السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله صباحكم. كثير من الناس يشكي من ألام الظهر، وغالبا في نسبة كبيرة من الألام هي مشكلتها بالعضلات، نادرا ما تكون مشكلة من انزلاق فقرة أو انزلاق غضروف أو مشاكل بالعمود الفقري. العمود الفقري، هذا العمود الفقري، هذه فقرة وهذه فقرة. طبعا عندنا فقرات، هنا الفقرات العجزية، وهنا القطنية، وهنا الصدرية، وهنا فقرات الرقبة. غالب المشاكل تجي بين العجزية وبين القطنية، اللي الفقرة هذه اللي يسمونها الفقرة الخامسة، غالب المشاكل تجي هنا أو بالرابعة والخامسة أو بين العجزية وبين القطنية، هذه غالب مشاكل. الناس اللي عنده مشكلة بالفقرات يكون عنده مشكلة بانزلاق، انزلاق غضروف. هذا الآن غضروف، هذا غضروف، لما مع الثقل، مع الشيل، مع السمن، أي مشكلة تحصل يكون في ضغط على الفقرة. فلما يضغط الفقرات هنا، ضغط على الفقرات، وش يصير؟ يطلع هنا المادة اللزجة ويضرب على العصب، هذا عصب. فلما المادة اللزجة تضرب العصب هذا يسبب لك ألم وخدور وتنمل بالرجل، سواء اليمنى أو اليسرى. هذا غالبا الناس عندهم كذا. طبعا في مشاكل ثانيه ممكن يسبب الام بالبطن، باشياء ثانيه، لكن غالب الناس عنده مشكله بالرجلين واسفل الظهر. الحل، طبعا الحل اللي بتكلم عنه ما هو علاج ينهي المشكله، لا، هو حل باذن الله ينهي الالم. الموضوع سهل جدا. اول شيء تمتنع عن شيل اي حاجه ثقيله، لازم تمتنع. اثنين، لازم تحترم الانزلاق الغضروفي او الالام بالظهر. وش ما تحترمه؟ يعني ما تشي شيء ثقيل تحافظ عليه، ما تحاول تسوي مجهود يتعب الظهر. ثلاثة، وهي الاهم، لازم تمارس الرياضة وتسوي تمارين رياضية خاصة بالظهر وخاصة بعضلات البطن. اهم حاجتين اللي هي التمارين. في حاجة ثالثة للي عندهم انزلاق، احنا مثل قلنا بعض الناس عنده آلام بس في الظهر وهو مو بانزلاق، وفي ناس عندهم انزلاق، اللي أخذ أشعة وطلع معه عنده انزلاق غضروفي، هذا له يجيب حزام، يلبس حزام ثم يتعلق بأي حاجة، يتعلق تعلق كامل بحيث رجليه ما تلمس الأرض، يتعلق لمدة دقيقتين ثلاث وهو لابس الحزام وشاده. الفكرة وش هي؟ الفكرة بدل الفقرة ما تكون ضاغطة كذا، الآن عندك مشكلة هنا ضاغطة، الفقرة طالع هذا المادة اللزجة، فأنت لما تتعلق حتبعد الفقرة عن الفقرة وحيرتاح الغضروف هذا، والمادة اللزجة هذه نحاول أنها ترجع لمكانها، أو بس يعني أقل شيء تبعد عن ضغط على الضغط على العصب هذا. يعني العصب هذا ممكن مع الوقت يلتهب، إذا التهب حتحس بآلام فظيعة ما تتحملها. فمثلا قلنا اللي عنده انزلاق غضروف يتعلق لمدة دقيقتين ثلاث أربع اللي يقدر عليه، وهو لابس حزام وشاد الحزام، بعد ما ينزل، بعد ما ينتهي تعليق لمدة الحزام لمدة ربع ساعة، خلاص يفك الحزام، ثم يمارس التمارين الرياضية اللي هي تقوية عضلات البطن والظهر. أهم نقطة بالكلام هذا كله اللي هو تمارين الظهر والبطن. في تمارين على قناتي باليوتيوب، أبا أحط لكم الرابط حقه وطلعوا عليها. هذه تمارين تقدر تسويها بالبيت، رجال، حرمة، أي واحد يقدر يسويها، كبير صغير، تمارين سهلة لكنها تساعد على تقوية عضلات الظهر. طبعا عضلات البطن هذه معروفة، يعني سهلة، لكن أنا مركز على عضلات الظهر لأنه أهم شيء. هذا العمود الفقري هنا بالخلف في عضلات، هنا في عضلات، وهنا في عضلات. أنا كل ما أستطيع أني أقوي العضلات اللي هنا، إذا أنا قويت العضلات بإذن الله حيرتاح العمود الفقري، لأن العضلات هي اللي تشيل وتساعد. مثل أي واحد يسوي عملية ركبة، إذا ما يسويها تقوية فهو ما استفاد من العضلات.